أول فيلم مغربي على شبكة الدعارة نتفليكس. ما الذي يحدث؟ هل نحن بصدد فضيحة كفضيحة الفيلم المصري الذي شوه الإسلام والمسلمين؟ مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. دخل المغرب منصة الأفلام العالمية نتفليكس بفيلم قصير تحت عنوان سيدي فالنتاين لمخرجه هشام العسري، وستقدم المنصة العمل ضمن سلسلة عربية تحمل عنوان حب والحياة وكل شيء في الوسط. تتمحور فكرة السلسلة حول موضوع الحب، تقديمها لمجموعة من الأفلام القصيرة في 8 حلقات من 6 دول عربية، وهي مصر وتونس ولبنان والمغرب والسعودية وفلسطين. وسيكون جمهور نتفليكس على موعد مع السلسلة الدرامية الاجتماعية التي تمت ترجمتها إلى 33 لغة، كما دبلجت إلى 5 لغات. أوضح هشام العسري أن فيلمه سيدي فالنتاين سيتناول موضوع الحب كفكرة أساسية، وسيقدم في أحداثه رموز الكوميديا السوداء والسخرية من فكرة سرية عيد الحب. المهم، نتمنى أن لا نشاهد فضيحة كفضيحة الفيلم المصري الذي أثار ضجة في الوطن العربي على الأقل. نحتاج فيلم يظهر مغربنا بطريقة مشرفة وبصورة حقيقية بدون زيادة ولا نقصان. فلا تنسوا يا أصدقائي أن أفلام نتفليكس كلها تقريبا تميل إلى جنس المحارم والجنس والشوات والبيدوفيليا والكثير. المهم، أي شيء فيه كفر ومعصية وشرك بالله وإلحاد وقذارة تجده في نتفليكس، فالله يستر. في النهاية أصدقائي، أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات حول هذا الفيلم، وشكرا لكم على المتابعة. دمتم في أمان الله.